معانا امال، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دكتوره دعاء؟ اهلا بيكي. سلمينا على الشيخ. الله يحفظك يا رب ويكرمك. انا بحترمك يا ابو والله العظيم. الله انا ست كبيره، الله يكرمك. عندي عندي 65 سنه. الله يحفظك. انا عشت عيشه مره جدا مع طليقي يعني، وكان بيمشيني في الرذيله، الله الله يسامحه، وكان بيخلي الولاد ولاده يعملوني معاملة مش كويسة. لا لا معلش يا أمال، معلش احنا لازم نقف، لأن مش فاهمة يعني ايه الكلام. يعني انت كنت متجوزة واحد؟ ايوه. الواحد ده كان مخلف؟ أولادي أنا. انت اتجوزتي وخلفتي منه؟ ايوه. أول حاجة بيمشيكي في الرذيلة يعني ايه؟ يعني يستهوا إن أنا أقعد مع حد من أصحابه عشان أجيب له فلوس، أجيب له مش عارفة إيه، يعني كان مستهتر. كان مستهتر جدا وما يعرفش ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا مش قادرة بعدين استوعب. أنا ما كانش ليا حد عشان أروح له. فأنا دلوقتي ولاده يعني اللي هو معلش ثانية واحدة، أنت كنت متجوزة واحد. أيوه. الواحد ده كان مثلا بيستغلك. أيوه أيوه. كأن أنت كامرأة يعني، عشان أيوه. مثلا يجيب فلوس. أه. بس لحد حدود إيه؟ لا يعني مش قادر اتكلم معلش. خلاص. أوه. خلاص ربنا ايه يستر. انا ما كنت عاقب انت عيل بقى خلفت انت بقى خلفتي منه. ايوه. اما كنت بعاقب عيل على غلط يخلي العيل يضربني ويشتمني زي ما انا ضربته. يخلي ولادك اصلا يهنوكي. أيوة. ولادك دول كانوا صغيرين ولا أيوة. كبار؟ كانوا لسه صغيرين. دلوقتي لما كبروا نفس الاهانه. انت لسه متجوزه الراجل ده؟ لا ده هو توفى. بس هو توفى وانا مش على ذمته يعني، انا اتطلقت. اتوفى بقاله قد ايه؟ اتوفى بقاله سنتين وانا ما كنتش على ذمته، كنت مطلقه. كنت اتطلقتي منه، خلصتي منه. هو ما ينفعش بعد اذن حضرتك، ما ينفعش اقسو على حضرتك شويه؟ ممكن بعد اذنك؟ اتفضل اتفضل. يعني اسمحي لي، الله يبارك فيك يا رب ويتوب علينا وعليك ويسترنا ويسترك يا رب العالمين. يا رب. هو حضرتك كان عقلك فين لما هو يعمل يقول لك حاجه زي كده؟ اصلا ما كانش ليا حد. انت فين؟ انت كنت فين؟ انا كنت جاهله جدا، انا كنت جاهله جدا. لا يا فندم معلش، يا فندم معلش، دي مالهاش علاقه بالعلم والجهل يا فندم، مالهاش علاقه بقضيه علم وجهل يا فندم. البنت وهي صغيره بتغطي العوره من غير ما حد يقول لها ده عيب ولا حرام. معلش انا اسف. احنا لا ليه لا 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 حضرتك فكرت الشيخ مش فاهمني انا كنت بقصد ايه. لا انا مش قصدي، مش انا فاهم، انا فاهم، انا فاهم حضرتك. يعني احنا يعني ليه الشيخ يقصد انت ايه اللي خلاكي تسيبيه يستغلك في حاجه زي كده؟ أيوة. وانت اكيد كنت بتبقي متضايقه مثلا وانت بتعملي كده، ولا كان بالنسبه لك عادي؟ عشان انا كان معايا سبعه. سبع عيال؟ سبع عيال. طب هو السبع عيال انا اكلهم من حرام يا فندم؟ انا بقول لحضرتك الكلام ده وبفتح تحقيق مع حضرتك ليه؟ ماليش علاقه بيه هو دلوقتي. هو دلوقتي في دار الحق، هو حسابه عند ربنا دلوقتي، هو في دار الحق، لكن انت احنا لسه في دار الباطل. احنا دلوقتي بنتكلم عشان لما حد يشاهدنا ويشوفنا دلوقتي يعرف ان المال الحرام مش هيدوم، ان المال الحرام حياتنا مش هيبقى فيها بركه، ان المال الحرام عشان اخلف عيالي، عيالي دول اللي هيضربوني في النهايه. ليه؟ لان اتربوا من الحرام. يا فضلت الشيخ انا لما خفت من ربنا بعدت عنه وطلبت منه الطلاق. برافو عليك. ربنا ويتاب ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. انا قلت لحضرتك انا بقصو على حضرتك. برافو عليك. وقد فرضت واعمل كل حاجه ترضى ربنا. بس طيب. انا اللي مضايقني دلوقتي ان الولاد بيعاملوني نفس معاملته، الضرب والاهانه والشتيمه. لا ولا حد يضربك يا فندم، وانت معززه كانسانه قبل ان تكوني اما، انت معززه مكرمه. ويتقطع ايد اي حد يمد ايده على حضرتك. عندهم كم سنه ولادك دول بقى؟ من 40 لغايه 30. دول خلاص كبار. ايوه بيهنوني انا جامده. ودلوقتي ولدي انا دخلت انا دلوقتي عاجزه. انت قاعده معاهم يا فندم؟ معلش حضرتك قاعده. لا ما انا هقول لحضرتك اهو، انا دلوقتي عاجزه. فانا عاجزه؟ يعني جالي عجز. جالي عجز في رجليا. فانا قاعده. لا حول ولا قوه الا بالله. فدلوقتي هم ولد منهم اخد الشقه بتاعها، وانا قاعده عند بنتي يعني بتتقل شويه فيا. قاعده عندها بس برضه مش مرتاحه. يعني انا كمان مش بنتي مش مرتاحه معايا بقى الولد والبنت الصغيرين اللي انا ربيتهم مش هو اللي رباهم بيتقوا لا فيا وبيشيلوني وبيحموني وياكلوني. عارفه الفرق ايه؟ عارفه الفرق ايه يا فندم؟ عارفه الفرق ايه؟ لما بعدت عن الحرام ورحت للحلال فسبحان الله التربيه الحلال جابت نتيجه. صح. وربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد. إن نصبر على نار الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. فكانت النتيجة إن أولادك في بر منهم اللي تربوا بالحلال. طب أنا ربنا هيغفر لي ان شاء الله. مشيتي تبتي واستغفرتي وتبتي وندمتي. بصي يا فندم، الحمد لله. يعني حكايه ربنا هيغفر لي دي ما حدش في الدنيا يقدر يقول ان ربنا مش هيغفر لي ابدا، دي رحمه ربنا. ما حدش في الدنيا يقدر يقول انت انسانه كده خلاص ده انت في جهنم ابدا. كل جسم نبت من حرام في النار اولى به، طبعا ده حديث واضح. والحاجة التانية اللي هو يا أستاذة دعاء، عارفة اللي هو وغزي بالحرام طبعا، اللهم عارفين، عارفة اللي هو ملبسه حرام ممكن الولاد دول الأطفال دول كانوا بيشوفوا حاجات بعينيهم هي مأثرة في نفسيتهم لحد دلوقتي فبيعملوها وحش التربية. نتيجة يا الحاجات اللي شافوها. يا أستاذة دعاء، المال اللي بيجي من حرام بأكل العيال بيه حرام، ده إزاي العيال هو بقى منه البركة. لله منه لله يعني. لكن أنت يا حاجة أسأل الله أن يتوب عليك يا رب، أسأل الله أن يتوب عليك وأن يسترك بستره الجميل. ولنا رب كريم سبحانه وتعالى يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيوة. وأنيبوا إلى ربكم، هي دي القضية، وأنيبوا إلى ربكم، استغفري الله تبارك وتعالى وتوبي وأنت ساجدة بين يدي الله. يدعو ربنا سبحانه وتعالى.